بس كلام. آخر أخبار المواقع الإلكترونية على وعد اف ام ووعد اف ام تي في. عناوين الأخبار لليوم في صباح أونلاين: اكتشافات في مجال الصحة، فحص تجريبي قد يرصد مرض الزهايمر في بدايته. مجلس الشيوخ الأمريكي يكرم الرئيس المصري الراحل أنور السادات. مشهد مرعب لحوت ضخم يثير الفيسبوكيين. صحفيي محاكمة بول مانغورت يهرولون، تعرف السبب بعد ما نمشوا للخبر مباشرة. ثقبة جديدة تهم المزارعين نتحدث عنها بعد قليل، خلوكم معنا. خبر فني: ابن عادل إمام يكشف عن ارتباطه وحفل زفافه. ما تمشوش بعيد لأننا حنوريكم كل شيء ونقولكم كل شيء. وحنختم أخبارنا بالحديث عن الجدال اللي ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي واللي كتب عليه الحجاج مشاعرهم في الحرم المكي. نمشي لأولى أخبارنا لليوم في صباح أونلاين لليوم: كأول رئيس مصري منح السادات الميدالية الذهبية من الكونغرس. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاده و40 عام على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد. وقالت سفارة مصر بواشنطن في حسابها على موقع تويتر الخميس إن مشروع القانون يمنح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس تقديرا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وعلقت جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل في تصريحات إعلامية على مشروع القانون بقولها: يمثل هذا التكريم كل التقدير والاعتراف برجل شجاع عمل على إحلال السلام في وقت ومنطقة صعبة جدا، منع حروب ودماء ويستحق التكريم. وبهذا التكريم يعد السادات الرئيس المصري الأول الذي يمنح الميدالية الذهبية للكونغرس. وكان السادات حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء مناحم بيغن لتوقيعه معاهدة السلام في ذلك الوقت. الخبر الثاني: شاهد حوت ضخم يرعب سياحا بين دهشة وخوف وضحك. وفي مشهد مرعب ومثير أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حوثا ضخما قفز خارج الماء فجأة وارتطم بأحد جوانب قارب. يقول مجموعة من السياح خرجوا لمساعدة الحيتان في جزيرة الألاسكا، ويمكن سماع صراخ الركاب في الفيديو الذي انتابهم مشاعر الخوف والدهشة والإثارة في آن واحد، لأنه هم سرعان ما استغرقوا في نوبة ضحك هستيري. بشرى سارة لكل من أراد فحص الزهايمر: ففحص تجريبي للنظر قد يرصد الزهايمر. كشف باحثون عن تقنية لا تزال في مراحلها التجريبية من شأنها السماح برصد إشارات الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق فحص بسيط لشبكة العين، وبالاستعانة بأداة يستخدمها عادة أطباء العيون. راقب فريق من الباحثين لدى بعض المرضى تضررا في شبكة العين، وكان لدى هؤلاء المرضى بوتيرة أعلى أثار في الجسم للبروتينات متصلة بمرض الزهايمر، ما يدفع إلى الاعتقاد بوجود رابط محتمل بين الظاهرتين. من جانبه قال أستاذ طب العيون بجامعة واشنطن في سانت ويلس إن أكثريتنا لديهم منطقة صغيرة خالية من الأوعية الدموية في وسط شبكية العين به، هذا المكان المسؤول عن أعلى درجات الدقة في النظر. لدينا هذه المنطقة الخالية من الأوعية الدموية كانت أكبر بدرجة كبيرة لدى الأشخاص
يصابوا بمرض الزهايمر في المرحلة قبل السريرية. ونشرت نتائج هذه الدراسة أن 30 مريضا فقط في التجربة هم عينة محدودة تجعل من الضرورة فقط إجراء تجارب جديدة على أكبر، وقد كان معدل أعمارهم يقارب من 75 عام ولم تكن لديهم أعراض الزهايمر. طبعا مرض الزهايمر مرض مزري، يعني بصدق أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لأن الزهايمر لما يصاب به الإنسان يعني بجد يصبح كارثة، خصوصا أن لما يكون في وقت مبكر وهو الشيخوخة المبكرة، والزهايمر لما يجي للشخص في عمر صغير فيصبح الإنسان لا مدرك للحواس ولا للأشياء اللي حواليه ولا النسيان، ومرض الزهايمر يكون شيء مزري جدا. فحاولوا أنكم أنتوا تديروا كشف مبكر لهذا المرض بإذن الله تعالى. مش بس كلام.